السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي. اليوم إن شاء الله غادي نخدم معكم هاد لي بابيو هادو اللي كنزينو بهم إكسسوارات المطبخ. ممكن نديروهم في هاد المناديل أو في الشبكة ديال الخبز. السليلة ديال الخبز هي كتجي زوينة على بركة الله. غادي نحتاج واحد طريف ديال الثوب، الطرف ديال الثوب فيه العرض ديالو فيه 6 سنتيم والطول فيه 13 سنتيم. وغادي نحتاج واحد طريف هذا فيه 3 سنتيم في العرض وفي الطول، الطول اللي بغيتي يعني، لان غادي نحسمو به هاد، ما غاديش نحتاجو بزاف، كنحتاجو غير شويه كنحزمو بها هاد الوريضه. غادي نشد هاد الطريف ديال الثوب وغادي نطويه على 3، غادي نطويه للوسط ونطويه هاد الجهه هادي حتى هي للوسط، يعني كيجي سنتيم فارق ما بيناتهم، سنتيم سنتيم كيجي لداخل. او غادي نخدمها، نبدأ نخيطها من هاد الجهة هادي ومن الجهة التانية. هذا هو الطريف اللي خيطنا، غادي نقلبوه. وغادي نطويه، غادي نطويه دائما، كنطويوه الطويه الاولى كنطويه لداخل يعني بهذه الطريقه لداخل، ونبقى كنطويه مره لداخل مره لبر. اخر طويه كيخصها تكون لداخل يعني بهذه الطريقه، ما تجيش خارجه، هاد الجوانب هادو كيجيو داخلين ما يجيوش خارجين لبر. هذه هي الوريضه. غادي نشد هاد الطريف هذا اللي خيط وغادي نقلبو، كنقلبو بشي فنتة بيتقلب الخياطة كتبقى لي لداخل بحال هكا، او غادي نجي للوسط ونشدو. نلصقها بالإبرة والخيط من هاد الجهة ومن الجهة التانية. دي الجهة الأولى ونشدو الجهة التانية هي. غادي نزيد نضرب واحد جوج ضريبات هنا في الوسط باش ما كتحلش لينا داك الخياطة. هذه هي البابيو ديالنا، هي هذه. دابا غادي نلصقوها في المنديل
غادي نلصقوها بضريبات من الوسط، ونحاول ما امكن نلصقها ضربه ضربه من هنا للجوانب. دابا انا لصقتها من الوسط، دابا غادي نمشي لهاد لهنا وغادي ندير جوج ضريبات. وغادي نمشي للجهه الثانيه، غادي نقطع الخيط، نعقدو ونقطع وندير ونلصقو من هاد الجهه هادي. الوريدات ديالنا هما هادو، لصقناهم في المناديل ولصقناهم في الشبكه ديال الخبز. اللي عجبو الفيديو يدير جيم واشتراك وضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد ان شاء الله، وشكرا.